ألف سرزة وشرزة معي أنا لقمان دير. هكذا حدثنا هردبشت. رحلة طويلة وانطلقت بنا السيارة بعد أن شددنا حزام الأمان دون أن نفكه فور خروجنا من دمشق على عادة كل المسافرين السوريين الذين يضعون الحزام خوفا من عمو الشرطي وليس طلبا للأمان. المهم مالكم بالطويلة، خرجنا من دمشق متخذين طريق تدمر، وأثناء الطريق اكتشفنا وجود راكب ثالث معنا، وإذ بها سيدة لطيفة مزعجة قليلا اسمها ذبابة. وبدأ الإزعاج يا حبيب، فهذه الذبابة ما بترضى تحط الحزام ولا بترضى تتركك بأمان، شي بتوقف على أنفك، وهذا مقبول خاصة أننا نستخدم ضدها نظرية الكش الثوري. كشي وليه؟ كشي نعل أبوكي، كشي أنسمانة، لكنها ما زالت تحوم في حمانة. نفتح الشباك فيدخل الهواء الشديد طبعا، فيتطاير كل شيء من السيارة ما عداها، تختبئ في ركن ما. أبحث عنها بنفسي لأن ابن أختي الشوفير لا يمكنه البحث عنها، فهو منهمك بالبحث عن جورة أو مطب في الطريق للهرب منه ببراعة. نغلق الشبابيك من جديد وتعود الأشياء المتطايرة إلى سكونها القديم، وتطير الذبابة الساكنة من جديد، ثم تحط على أنف الشوفير شخصيا. يا عيني، فأكشها بيدي كنوع من أنواع الخدمة للمعلم السائق باعتباري أنني مرافقه الآن، وأفتح الشبابيك فنتطاير جميعا من جديد، ورأيناها تطير خارج السيارة. فأغلقنا الشبابيك، وينك يا تدمر، ثم وصلنا تدمر، وينك يا حسكة، السيدة اللطيفة ما زالت معنا. ووصلنا إلى رأس العين بعد 7 ساعات. التفت إلى الخلف وقلت للراكب اللطيفة المزعجة: الحمد لله على السلامة. عدنا وعلى الطريق تفاجأنا بكلب فعضضناه، عفوا دعسناه، ولم نتدهور، جمدنا للحظات مذهولين، وسمعت الذبابة تقول لي: الحمد لله على السلامة حبيب. هكذا حدثنا هردبشت. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.